بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. أخوتي اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك، واللي مازال ما خبطنا جام يخبطنا جام للفيديو باش تدعمونا، واللي راه يحوس على أي نوع من السيارات يحطها في التعليق وراح نديرها في الفيديو الجاي. نبدأ بيجو 208 أكسس أني 2012 موتور إيسونس 1.282 شوفو لابوات مانويل مشيه 77,000، ولها قالك فيها ربع بنوات جدد، المحرك قالك مليح ما يسخن ما ينقص، فيها لا القوش محطوط، سومها 119 مليون. السيارة راهي مولات برج بوعريريج من المنصورة بالضبط، رقم الهاتف 07-93-24-33-66. نروحو لبيجو 207 اني 2012 موتور ايسونس 1.4 شوفو لا بواط مانويل ماشية 200,000 كولور بلونش، فيها كليماتيزاسيون ABS LS برادا دو ريكول ديريكسيون اسيستي فار انتيبريور الار فار كسينو جونتالياج فوجور فيتر الكتريك، مولاها قالك فيها الفروة في الزوج بيبال، موتور قالك مليح ما يسخن ما ينقص، سموه 125 مليون. السيارة راهي مولاها تباتنا، رقم الهاتف 06-99-88-98-12. الأول اللي حاب يخدم أنا يجيب لكم رونو كانغو أني 2001 موتور ديزل 1.965 شوفو لاباط مانويل مشية 300,000 كولور بلونش، ولها قالك فيها صبيغة في الكابو ولا لافو غوش، الرشاوة قالك ما فيهاش، الموتور قالك ما يسخن ما ينقص، سومو 65 مليون. السيارة راهي مولاية تي بازا، رقم الهاتف اللي باغي يتواصل معاه 06-63-43-22-25. عندنا بيجو 206 اني 2003 موتور ديزل 1.4 HD 70 شوفو لابواط مانويل مشية 350,000 كولور بلونش، مولاها قالك لاطول مليحة الموتور مليح، سموه 65 مليون. السيارة راهي مولاها تباتنا، رقم الهاتف 05-40-88-78. مازلنا في سيارات الزوالية، نجيب لكم شيري كيوكيو اني 2013 موتور ايسونس 1.168 شوفو لابواط مانويل كولور غري ارجون، فيها موتور محطوط، سومه 51 مليون وماهيش بعيدة بزاف قالك مولاها. السيارة راهي مولاها معسكر، رقم الهاتف 07-96-69-29-53. خاوتي تفرجوا الفيديو حتى نهاية باسكو مازال كاين بزاف سيارات، واللي مازال مخبطنا الجام للفيديو يخبطنا الجام، واللي مازال مشتركش في القناة يشترك باش تدعمونا، نزيدو نجيب لكم سيارات افضل وباسعار افضل. كيما راكم تشوفوا انا جبت لكم سوزوكي مارو تي 800 اني 2012 موتور ايسون 0.847 شوفوا لابواط مانويل ماشي 74,000 قالك مولاها كولور غري ارجون، مولاها قالك السياره ما فيهاش شوك يبيع ولا يبدل، طل فيها ب 60 مليون بريفيكس، اخر كلمه قالك السياره راه مولاها الجي من القبه بالضبط، رقم الهاتف 05-59-37-31-23. مازلنا في سيارات الزوالية، نجيب لكم رونو كليو 2 اني 2001 موتور ديزل 1.965 شوفو لابواط مانويل كولور بلونش، مولاها قالك موتور ما ينقش الزيت وما يسخنش، طل فيها 48 مليون نيغوسيا، فيها مساعدة قالك عيطو لي ونساعدكم. السيارة راهي مولاية بومرداس من جانيت بالضبط، رقم الهاتف 06-65-84-50-52. نروحو لجريت وال سي 30 اني 2012 موتور جي بي ال 1.5 في في تي 105 شوفو لابواط مانويل ماشية 250,000 كولور بلونش، مولاها قالك فيها صبيغة في الكابو ولا لافوطال، فيها 110 نيغوسيا، فيها مساعدة، السيارة راهي مولاية البويرة، رقم الهاتف 07-81-68-34-14.
مازلنا في الجريت ويل بصح هاد الخطرة في وانجل اني 2010 موتور جي بي ال 2.0 لابواط مانويل ماشية 285 ألف كولور نوار سموها 112 مليون وماهيش بعيدة. هاد السيارة راه مولات البويرة، رقم الهاتف 0779 66 50 07. عندنا فولكس واجن بولو اني 2004 موتور ديزل 1.4 تي دي 515 شوفو لا بواط مانويل ماشية 547 ألف كولور كري سموها 74 مليون. السيارة راهي مولات باتنا، اللي عجبتو يتواصل مع مولاها، رقم الهاتف 0655 65 84 48. عندنا كيا بيكانتو اني 2013 موتور ايسونس 1.2 16 فالف لا بواط مانويل ماشية 162 ألف كولور بلونج فيها كليماتيزاسيون لابياس لي اس بي ديريكسيون اسيستي روتوفيزيو الكتريك الا فجور فيتر الكتريك سموها 155 مليون وماهيش بعيدة. السيارة راه مولات البليدة، رقم الهاتف 0561 65 17 04. عندنا فولكس فاجن بولو اني 96 موتور ديزل 1.9 اس دي 64 شوفو لا بواط مانويل كونتور تاعها حابس كولور نوار مولاها قالك فيها موتور مري فيزيتا فيها 46 مليون نيغوسيا فيها مساعدة اللي عجبتو يتواصل مع مولاها. السيارة راه مولات البويرة من بير غبال بالضبط، رقم الهاتف 0556 92 51 91. نروحو لبيجو 207 اني 2010 موتور ايسونس 1.4 95 شوفو لا بواط مانويل ماشية 245 ألف كولور كري ارجون فيها لا لافونتي ها شيفور و البارشو كافو و الكابو مولاها قالك الموتور يمشي 10 على 10 ما يسخن ما ينقص طال فيها 102 بريفيكس اخر كلمة. السيارة راه مولات باتنا من باركة بالضبط، رقم الهاتف اللي باغي توصل معاه 0665 62 52 41. خوتي اسمحوا لنا خاطر غبت عليكم بزاف اليامات اللي فاتت بسبب العمل، نتمنى تدعمونا بالجمال للفيديو باش يجعوني نزيد نجيبكم سيارات افضل وباسعار افضل ونجيبكم فيديوهات يومية ان شاء الله الى لقيت الدعم منكم. واللي رايح وسع على اي نوع من السيارات يحطها في التعليق وانا راح نديرها في الفيديو الجاي، واللي باغي يبيع السيارة يتعاوي يتواصل معنا على الفيسبوك، الرابط راح تلقاوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو خوتي اخواتي، تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.